يا الله يا فتاح، بالفتح جدلنا وبالحق حققنا، ولا تبقي مانحا. نعم. وأمر صبي بهان سبع وضرب لعشر. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر. في الباب أو في هذا النص خمس مسائل. الأولى: أصل هذه المسألة هو حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهير الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث صحيح بنى عليه فقهاؤنا استحباب أمر الصبي بالصلاة لسبع سنين وهي دون بلوغ، وعشر سنين وهي كذلك دون بلوغ. فهذا النص. مسألة ثانية وهي الحكم: يستحب يندب ويستحب للوالدين أمر الصبي ذكرا كان أو أنثى بالصلاة لسبع سنين. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أمروا، هذا الأمر لا يفيد الوجوب، لأننا يعني نتكلم عن إنسان غير مكلف هو الصبي، فصلاته مستحبة وأمره بالصلاة مستحب، لكنه من أوكد المستحبات ليواظب عليها. الأمر الثالث: ثواب هذه الصلاة التي يصليها صاحب سبع سنوات وثمان سنوات وتسعة وعشرة وحدى عشر قبل البلوغ، لمن؟ المعتمد عندنا أن ثواب الصلاة له، أي لهذا الصبي. لماذا؟ لنص وحكم. النص قول سيدنا عمر رضي الله عنه كما في موطأ مالك وكلام الصحابة الخلفاء الراشدين سنة. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. الصبي الصغير إن فعل حسنة كتبت له في صحيفته يجدها يوم القيامة، أما إن فعل سيئة فلا يكتب عليه شيء. من هنا قال فقهاؤنا المالكية أن المعتمد عندنا أن الصبي مكلف بثلاثة أحكام: معفي ومرفوع عنه القلم، عن حكمين. الأحكام في الشريعة خمسة: واجب، مندوب، مكروه، مباح، حرام. الواجب الذي في تركه العقاب والحرام الذي في فعله العقاب، هذان اثنان ليس الصبي مكلف بهما. الصبي لا يكلف بالواجبات ولا يكلف بالمحرمات، أي ليس عليه إثم في ترك الواجب ولا عليه إثم في فعل المحرم. أما الثلاثة الأخرى المستحب والمكروه والمباح فالصبي عندنا مكلف بها، لقول سيدنا عمر: تكتب له حسناته. وصلاته في هذا السن مستحبة، وأمر أبيه بالصلاة في هذا السن مستحب، إذن له أجرها وحسناتها. الحكم الرابع: هذا الكلام الذي قلناه الآن لا يمنع من أن حسناتك الصلاة تكتب لوالديه كذلك، من غير أن تقسم. نفس حسنات الصلاة التي سجلت في صحيفته تسجل في صحيفة أمه وأبيه إن حرص على أمره بالصلاة. الدليل ما في الصحيح من أن امرأة في حجة الوداع حملت صبيا من بضعين، الصبي يعني كتفه، وحملته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، ألي هذا الصبي حج ومعه تتحج به؟ فقالت: هل له حج؟ فقال: نعم ولك أجر. أثبت له الحج. إثبات الحج للصبي معنى إثبات الثواب، ولك أجر معنى إثبات الثواب مرة ثانية من غير أن ينقص من ثواب شيء، كقوله صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فكذلك الصبي حسناته له وحسناته كذلك لوالديه. وإذا علم الأولياء هذا حرصوا على أمر الصبي بالصلاة. الخامس حكم الأخير: إذا بلغ الصبي عشرا ولم يصلي. ما معناه؟ معناه أن الوالد أمره بالصلاة لسبع، فقضى الصبي سبع سنوات وهو يسمع: صلي يا بني، اتق الله وصلي فيها خير كبير ودرب نفسك، وأبى ورفض. فواظب معه على السنة الثامنة. لما بلغ ثمان سنوات، ولم بلغ تسع سنوات، ولم بلغ عشر، ثامنة والتاسعة والعشر، ثلاث سنوات
والآب يقول يا بني صلي لتدخل الجنة وصلي لتسير على كذا، والصبي تارك للصلاة. فإذا بلغ العشر ولم يصلي يستحب لهم مروا صبيانكم من سبع واضربوهم، والأمر هنا الاستحباب، يستحب للولي أن يضرب صاحب العشر المصر على ترك الصلاة ضربا خفيفا مؤلما، لا خفيفا غير مؤلم، لكنه غير كاسر لعظم ولا مفسد لجارحة ولا نحو ذلك، لكنه مؤلم لأجل أن يتأدب، فيكون الضرب ضرب مؤدب لا ضرب معذب، ضرب محب لا ضرب منتقم، لأجل أن يواظب الصبي على الصلاة. هذا الضرب الذي حكمه الاستحباب قال الفقهاء لا يستحب إلا إذا غلب على ظن الوالد أنه يأتي بفائدة، فإن غلب على ظنه أنه لن يأتي بفائدة تركه، وهو كلما شرع الضرب في الإسلام كقوله تعالى وضربوهن مرأة الناشط عاصية التي عصت زوجها والتي عصت ربها، إذا غلب على ظنه أن الضرب هذا الغير مبرح لن يأتي بنتيجة حارم الضرب، إنما يستحب إذا غلب على الظن أنه سيأتي بنتيجة وينفع الصبي ويقبل على الصلاة.